إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معظم الناس تابعت تصريحات الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عن سيدنا عيسى عليه السلام، واللي معظم الناس اعتبرتها سخرية من السيد المسيح، واللي قال فيها بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ. كل كلمة في موعظة الجبل لسيدنا عيسى بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ كلهم سادة. وطبعا أثار التصريح ده استياء ناس كتيرة، وناس كتير اعتبرته إزراء أديان، ومنهم محامي الكنيسة الأستاذ نجيب جبرائيل، واللي اتهم الدكتور مبروك عطية بإزراء الأديان، وقال إنه وصف المسيح بألفاظ بها سخرية، وإنه بكده بيهدد الوحدة الوطنية وبيعمل فتنة طائفية. ونتيجة للهجوم على الدكتور مبروك عطية طلع بفيديو وأكد أنه لا يمكن أن يسخر من نبي، وأن في الإسلام لا نفرق بين أحد من رسله، وأن اللي يسخر من السيد المسيح يسخر كمان من السيد محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم سادة. ومعاذ الله أن يسخر مثلي من نبي من الأباء سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، أي نبي ذكره الله أو بلغة سورة النساء قصه الله علينا أو لم يقصصه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا لا أذكر أني سخرت من السيد المسيح. من يسخر من السيد المسيح يسخر من السيد بلغة إنه كلهم سادة، من السيد محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إلى متى سنظل نعاني من مسألة التصيد والتوقف عند كلمة والله لا أذكر أني قلتها؟ وطبعا احنا كمسلمين بنحب السيد المسيح عليه السلام وبنؤمن به، وما ينفعش نكون مسلمين الا اذا امنا بكل الانبياء، ومنهم السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. فالاسلام كرم السيد المسيح عليه السلام وامه السيدة مريم اشد تكريم، لدرجة ان في سورة كاملة في القرآن الكريم باسم مريم، ومفيش أي سورة في القرآن باسم زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا حتى اسم والدته. واسم السيدة مريم عليها السلام تكرر في القرآن 31 مرة، كمان سيدنا المسيح عيسى عليه السلام جه في القرآن 25 مرة وباسم المسيح فقط 9 مرات، في حين أن اسم النبي محمد لم يذكر إلا 4 مرات فقط في القرآن الكريم. والدليل على تكريم الإسلام للمسيح وأمه السيدة مريم قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء. وجيه
ومن المقربين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فده كان تكريم المسيح وأم السيدة مريم في الإسلام. أما المسيحية متمثلة في الكتاب المقدس اللي بيؤمن به النصارى أهانت السيد المسيح عليه السلام، والأمر ده بيوضحه الأخ الفاضل أبو عمر الباحث. الكتاب بتاعهم بيعترف صراحة إن النسب المنسوب ليسوع نسب مليء بالنساء الزانيات. في نسب يسوع المذكور في إنجيل متى بيذكر أربع نساء، والأربع نساء دول كل واحدة فيهم عندها مصيبة وكارثة مهما طال الزمان لا تمحى، ولو غسلت بماء البحار لا تغسل. أول واحدة منهم اسمها ثمار، والتانية راحاب، والتالتة امرأة أورية الحثي واسمها بالشبع، والرابعة اسمها راعوث المؤابية. وأنا هعرض لحضراتكم التفاسير المسيحية عشان تعرفوا المفسرين النصارى نفسهم بيقولوا إيه عن الفضيحة دي. المفسر المسيحي ويليام باركلي بيقول: والأغرب من ذلك أن أسماء النساء اللواتي ذكرهن متى في سلسلة النسب، خلي بالكم، أسماء لا تشرف كثيرا. نسب يسوع نسب ما يشرفش. يقول: فراحاب هي زانية أريحة المشهورة، وراعوث مؤابية وليست يهودية، وتقول الشريعة: لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد. وثمار، وما أدراك ما ثمار؟ لها قصة مخزية دبرتها بنفسها في سفر التكوين أصحاح 38. وبث شبع دي اللي هي أم سليمان، هي المرأة التي اختطفها داود من زوجها أورية بطريقة مخجلة وقاسية. ثم يتساءل ويليام باركلي سؤالا قاتلا ويقول: ما الذي دعا متى أن يختار هذه الأسماء بالذات ليجعلها في سلسلة نسب المسيح مع ما فيها من خزي وعار؟ إن في ذلك قصدا حكيما ساميا، فقد أراد الكاتب أن تكون هذه السلسلة تعبيرا عن بشارة الله في يسوع المسيح. إذن أيها الإخوة، من كلام المفسر ويليام باركلي يتبين لنا أن نسب يسوع نسب لا يشرف ونسب مليء بالخزي والعار. ويقول المفسر المسيحي متى هنري: بالنسبة للنساء لم يذكر منهن في هذه السلسلة سوى أربع نساء فقط، ومن بينهن اثنتين كانتا أجنبيتين عن رعوية إسرائيل، وهما راحاب الكنعانية التي كانت زانية وراعوث المؤابية. يقول: أما الاثنتين الأخريان فكانتا من الزانيات، وهما ثمار وبثشبع. بصوا يا جماعة المصيبة اللي جاية دي. يقول: وكان في هذا دلالة أخرى على الإهانة التي تعرض لها يسوع. نسب يسوع نسب مهين، مع أن الروايات الصحيحة عندنا مجمعة على شرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن حرب لما هرقل سأله على نسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هو فينا ذو نسب، يعني من نسب شريف وعالي. يا أخي بالله عليك، لما يكون علماء النصارى معترفين بالخزي والعار وانعدام الشرف والإهانة في نسب يسوع، هيدفعوا إزاي عن الفضل دي؟ اي منصر مش هيقدر يقنع اي انسان عاقل بالدين اللي اكبر راس فيه مصاب بالخزي والعار وانعدام الشرف في نسبه. شيء طبيعي. فزكريا بطرس سايب الفضايح دي كلها ورايح يطعن في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز يشوه صورته. ليه؟ لأن تشويه الحق أسهل من تجميل الباطل. يقول لك: خلاص احنا نحاول نشوه صورة الإسلام وصورة نبي الإسلام، لأن ده أسهل ألف مرة من الدفاع عن الخزي والعار والإهانة اللي أصابت يسوع. احفظوا القاعدة دي يا جماعة عشان أعداء الإسلام كلهم شغالين بيها: تشويه الحق أسهل من تزيين الباطل. طيب ازاي علماء الدين المسيحي والمنصرين هيطلعوا من المأزق ده؟ يا ترى هيقولوا دي اخطاء نسخ، ولا ده تفسير مجازي وتفسير رمزي وروحي؟ المصيبة انهم اعترفوا بان نسب يسوع فيه زواني وان ده مش عيب. لان راحاب الزانية من اهل اريحة لم تكن من بني اسرائيل ولا تناسلت من بني اسرائيل، ودخلت في الشعب وصارت من جدات السيد المسيح. يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. طب ثمار دي حسب القصة في العهد القديم
أول واحدة تزينت بلبس الزانيات. طبعا قصة محزنة ومزعجة وتقيلة على ودنا. ثمار وهي يعني قصتها فيها أحزان. نحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب. هنا تيجي الست التانية، لما يقول من يبقى تذكر الأم. طب احنا منتظرين أم يعني مثالية تطلع تاني أم مذكورة في الأنساب برضو من نفس العينة. رحاب دي كانت شغلتها ايه؟ شغلتها زانية، حاجة صعبة قوي. يعني ثمار تزينت بلبس خطية، ورحاب التانية شغلتها الخطية. طب وده كله يذكر في متى واحد أول صفحة كده، يعني مفروض ده مجد ربنا يسوع له المجد، لكن المسيح له المجد جاي يشيل ده كله. رحاب دي كانت ست شغلتها الزنا وعايشة في مدينة أريح، وقت ما كان يشوع بيزحف بشعب إسرائيل عشان يملك كنعان. وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية. هذه نمرة كام؟ نمرة 4 ولا 5. ثمار ورحاب ورعوس، ودلوقتي نمرة 4 التي لأورية. حتى ما قالش بس شبع، قال جوزها الأولاني. طب داود اتجوز كتير، ربنا قصد تكون جدة من جداته صاحبة القصة المزعجة أو المؤلمة بتاعت خطية داود. داود لما قعد على عرشه ويعني الدنيا هديت، أهمل في صلواته وفي عبادته، وبعدين عينه اتلخبطت، وبعدين اشتهى شهوة رديئة وقع في الخطية، وبعدين تأمر على قتل أورية الحسي واحد من القادة بتوعه عشان يغطي على خطيته، وبقت الحكاية لخبطة خالص، زنا وقتل ومؤامرات وكذب وغش. إنما المرأة الرابعة في سلسلة أنساب المسيح برضو امرأة لها تاريخ مش مريح. يا دي المصيبة السوداء، يا دي المصيبة السوداء اللي ما يتلبس عليها تياب. يبقى سلسلة الأنساب دي ليه؟ إيه الحكمة منها؟ الحكمة أن أنا جاي عشان أخلص شعب زاني أو إنسان زاني، إنسان زاني. وفي الأنساب زانيات، نعم أنا معاك، لأن هو هيخلص الشعب الزاني أو البشرية الزاني. يعني أنت معترف معايا إن نسل يسوع زواني وزانيات وأولاد زنا، صح؟ أيوة، أنا ما قلتلكش لا. مية هو مختاره، هو ده اللي أنا إيه؟ هو جاي منه. هو ده اللي. طيب إيه المصايب دي يا جماعة؟ بس إيه الوساخة دي كلها يا ناس؟ هل جاء المسيح في رحاب من رحاب الزانية التي ساعدت يسوع في سقوط أريحة؟ أي نعم، جه من رحاب، ورحاب دي تيتا للمسيح زي ما قلت هنا قبل كده. كانت تيتا رحاب، وتيتا تبقى تيتا للمسيح، لأنها المسيح عاوز يقول أنا مش مستعر من أن أي إنسان خاطئ، لأن طبيعتكم كلها كانت خاطئة. فلما يجي حد في سلسلة أنساب السيد المسيح هذا لا يمنع. والجدير بالملاحظة أنه البشير متى بيذكر عدة نساء، منهن طبعا ثمار ورعوث المؤابية، بت شبع اللي كانت طبعا لداود، وأيضا بيتكلم عن رحاب الزانية. يمكن ما عندهم تاريخ مشرف، لكن نعمة الله غيرتهم، وإنه الفداء هذا بيشمل كل الناس، إنه دم المسيح يطهر، وإنه الشخص حتى الفاسد يطهر بدم المسيح ويصبح من أشراف شعب الله. حتى الناس الغير مشرفة أصبحت في سلسلة نسب المسيح. هل ينفع يكون في زنيات في سلسلة نسب المسيح؟ يعني هل ممكن يكون ويجوز ويليق أنه يبقى في جدات الرب يسوع المسيح زنيات؟ الحقيقة ده سؤال صعب، وإحنا محتاجين نفهم القصة من الأول. وجود أسماء لزنيات في جدات أو في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح بيشيل لثلاث أربع حاجات هقولهم باختصار شديد. أول حاجة،
بيشير إلى القول اللي قاله الكتاب المقدس أو صحة الكلام اللي بيقوله الكتاب المقدس إن الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا بما فيهم الناس أو اللي كانوا من سلسلة الرب يسوع المسيح. ده حاجة الأولانية. الحاجة التانية وجود أسماء جدات زانيات في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح يأكد لينا أمانة الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. كان ممكن الناس دول يحسفوا أو يعدلوا في القصة، لكن من أمانتهم ما عدلوش في القصة وذكروها كما هي. الحاجة التالتة اللي بتقول لنا ينفع يكون في أسماء زانيات في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح علشان الفضل يرجع مش للإنسان لكن يرجع إلى نعمة الله اللي خلت الناس دول اللي هم زانيات يكونوا في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح. ولو رجعنا لقصة الناس أو الشخصيات اللي بيقولوا الناس عليهم إنهم زانيات هنكتشف إنه مثلا أول واحدة ثمار لم تزني لأنها كانت بتحب الخطية أو كانت عندها شهوة للخطية، لكن لأنها كانت عايزة تقيم نسل. لو عايز تفهم القصة ارجع لسفر التكوين هتقدر تشوف القصة كويس. ماذا يقول العلماء في تبرير هذه السقطة العجيبة؟ ماذا يقول المسيحيون في تبريرها؟ ثمار هذه امرأة يعني كانت طيبة وكويسة، انتوا فاهمين غلط. سمعت أن المسيح سيأتي من نسلهم فقبلت أن تعرض حياتها للخطر وقامت بدور زانية لتحصل على هذا النسل المبارك. انتوا فاهمين الموضوع غلط. المرأة أدركت إنه في من هذا النسل سيأتي المسيح، فبالتالي هي ارتكبت الزنا لحرصها على أن تكون جدة لهذا المسيح. أما ثمار الوثنية فقبلت أن تكون كزانية حتى يأتي منها نسل قد يكون المسيح. يقول نحن لا نبرر الخطأ، هذا أنطونيوس فكري المفسر الأرثوذكسي، نحن لا نبرر الخطأ الذي ارتكبته، لكن كان مما يؤكد شهوتها لأن يكون لها نسل مقدس أنها عاشت بعد ذلك مع يهوذا دون أن تعرف. إيش بدكم دليل على شرفها وطهارتها أكثر من أنها ما عادت زنت مع حماها مرة ثانية؟ يعني هي كانت المرة دي وخلاص. فهذا يدل عند أنطونيوس فكري على شرفها على طهارتها، مما يؤكد شهوتها لأن يكون لها نسل مقدس أنها عاشت بعد ذلك مع يهوذا دون أن تعرفه، يعني دون أن ترتكب الفواحش معه، فكان كل ما تريده هو النسل وليس الشهوة الخاطئة. ما هي النتيجة؟ يقول بهذا العمل الإيماني تأهلت ثمار أن تكون جدة للمسيح دمها يجري في عروقه. هذا الزنا اللي أنتم معتبرينه فاحشة ومنكر وشيء سيء جدا، هنا أنطونيوس فكري يقول لك لا، أنتم فاهمين الدنيا غلط، هذا عمل إيماني أهلها أن تكون جدة للمسيح، وهذه الدماء المؤمنة اللي كانت تسري فيها وهي تزني زنا محارم انتقلت إلى المسيح عليه الصلاة والسلام. وهكذا رحاب لم تكن زانية، لكن بيقولوا أنها اتقال عنها كده زانية لأنها كانت صاحبة فندق بيروح فيه الزانية، بس شبع فعلت كده مش بمزاجها، ورغم ذلك هؤلاء تابوا وعرفوا الرب. عايز أقول لك أنه لولا وجود زانيات وخطاة ما كانش الرب يسوع تجسد. ايه المصايب دي يا جماعة؟ بس ايه الوساخة دي كلها يا ناس؟ لان المسيح بالجسد اتى من النسل البشري المخطئ. الكتاب يقول الجميع زاغ وفسدوا معا، نعم، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الجميع. وقد ولد من هؤلاء ليكون نائبا عنهم، مش ليرث خطيتهم، ليكون نائبا عنهم فاديا لهم. فجاء من هذا النسل الساقط
طبعا هيجيب هيجي من ملائكة. مش مفهوم عندكم الحاجات دي، المخ متلصم من هذه الناحية. ايه المصايب دي يا جماعة؟ بس ايه الوساخة دي كلها يا ناس؟ وبعد ما استعرضنا كم الإهانات الموجهة للسيد المسيح عليه السلام من خلال الكتاب المقدس وباعتراف رجال الدين المسيحي، هل ممكن ألاقي محامي مسيحي يرفع دعوة ضد الكنيسة لإهانة المسيح؟ الإجابة طبعا معروفة، هتكون لا، لأن اللي أهان المسيح هو المسيحيين نفسهم مش حد تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.